السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم عندنا جهاز انور عبر للتغليف، راح نلصق لاصق للجام مات هذا للايباد برو 10.5، وراح نعلمكم الطريقه شلون تلزقون. طبعا هاي القطعه طبعا، تعالوا يا حسين، عندنا بالايباد لازم توخنون هاي العتله، هاي العتله نفحها نوديها لغاد شوي ونرجعها. اوكي طبعا نرجع منها نرفع العتله، طبعا رفعنا العتله منها راح ندخلها هاي الكيل، يا تندخلها حد الخط الاسود بجدها. طبعا هذا ايباد برو 10.5، اضغط عليه. طبعا هاي اللزقة كنك بلوتوث، بالمناسبة هاي اللزقة مات يعني ضد البصمات. اوكي عندي اللسنت راح يبص هسه. طبعا وهذا الجهاز تبرون